صباح الخير. صباح النور. يا لهوي يما، ايه يا حاجه ده؟ ما هو مش مهم الشكل الخارجي، المهم الداخلي يعني. طبعا المهم الداخلي طبعا. ايه رايك يا ماجد؟ ما انت عارفه رايي من زمان قمر. وكابتن بيعاكس ولا حاجه؟ لا دي مش معاكسه ولا غزل، دي الحقيقه. اتفضلي. انا اللي اقول لها اتفضلي. الله اتفضلي بس. كانت تحفة ده. انا هروح اجيب بوزة ايس كريم لبناني. حد عايز؟ انا عايزة. مش عايزة يا ماجد؟ مش هجيب. تعرف يا زهرة، انا لسه مش مصدق اللي حصل مع الحاج الفرج. مين يصدق انه ممكن يتاجر بالمخدرات؟ انا متاكد انه في سوء فهم حاصل. معاك حق يا ماجد، بس تعمل ايه بقى في الناس اللي بتحكم قبل حكم المحكمه؟ عندك حق، انا اسف ان انا فتحت السيره دي، بس فعلا مش مصدق. وبعدين مش مصدق برضه اللي حصل بينكم. يعني انت زعلان ان انا سبت الحاج فرج ولا ايه يا ماجد؟ مش موضوع زعلان يا زهره، بس انا متاكد ان الحاج فرج كان بيحبك جدا. هو بس عايز افهم فيه ايه؟ تقعدوا تتكلموا اول ما اجي تسكتوا. مسكتنا عشان انت تتكلم براحتك يا حبيبي. اتكلم اقول ايه ان شاء الله؟ يعني تقول لنا ايه رايك في المكان ده؟ عليا النعمه، احلى حاجه في المكان ده ان انت موجوده فيه. عمرك شفتي حد جاهز زيه؟ جاهز دايما. خد كل واسكت. امسك. بس على حسابي ده على فكره. الله شوكولاته بحبها قوي. التلفريك وصل. طب تعالى يا ساره اركبي معايا. يلا شوف رزقك يا نمر. عموما لبنان طريه برضو ولا ايه يا عسل؟ حاجه؟ لا مفيش حضرتك. ايه؟ إيه؟ خفه ولا ايه؟ مين الراجل القصير ده؟ انت ليه مشيت فريد؟ ما انت زعلتي يعني؟ لا ما زعلتش، بس مستغرباك قوي. عمال تتعامل معايا كاننا في يوم من الايام ما كانش في اي مشاعر بينا. برضه مش فاهم. لا انت فاهمني كويس قوي. انت ليه نقلت نفسك اول ما عرفت ان الحاج فرج عايز يتجوزني؟ ليه كل ما كنت بتشوفني في مصر ما بتحاولش تسلم عليا؟ نسيت اكلمك ليه يا ماجد؟ وتتكلم انت ساكت ليه؟ اتكلم اقول ايه يا زهره؟ انت نسيتي جمايل الحاج فرج عليا؟ اتفضلي.
شكلك يزعل وانت قاعد لوحدك زي البؤساء كده. قاعد لوحدك ليه؟ بتتريق يا حضرتك؟ انت نزلت وسبتني لوحدي في لبنان اقعد مع مين؟ نانسي عجرم؟ طب ما خرجتش مع زهره ليه؟ اتصلت بيها في الاوتيل قالوا لي ان هي سافرت. سافرت؟ غريب. قالت انها مش هتسافر. جايز حد كلمها من مصر وقالوا لها عندها مشاكل في الشغل فسافرت. ويمكن راحت تركيا. كمان جايز. ما هي قالت عندها شغل في تركيا. بقول لك ايه يا مجودة؟ هو ايه النظام مع زهرة؟ نظام ايه يعني؟ من اي ناحية؟ يعني من كل النواحي. من غير لف ولا دوران. انت عايز توصل لفين؟ يعني انت لسه بتحبها؟ قلت لك من غير لف ولا دوران. قول لي بقى بصراحة، انت عايز توصل لايه بالظبط؟ مش لما اعرف اخشعرك من ناحيتها الاول يا اخي. تحب اجيب لك من الاخر؟ يا ريت. زهرة ست شخصيتها قوية وعارفة هي عايزة ايه بالظبط. يعني لا انت ولا انا هنقدر نأثر عليها. سيبها براحتها. يا سلام على تفكيرك يا متأني. طب بقول لك ايه بقى؟ يلا ننزل نسهر سهرة نودع بيها لبنان. لا يا حبيبي. انا لا هسهر ولا هودع. انت اللي اسهر براحتك. بس قول لي، انت ناوي تسافر ليه؟ ما هي الاجازة في الشغل خلصت يا كابتن. بس انت مش كنت مددت الاجازة بتاعتك لأول الشهر؟ بس الشغل وحشني اهو. الشغل وحشك؟ الشغل ولا صراحة ولا ايه رأيك بقى فيا؟ ده انت طلعت عقر يا زهر. بس انا كنت عارف انك ما سافرتيش، لانك لو سافرتي على الاقل كنت اتصلتي بيا وقلتي لي انك مسافره. بس دخلت على فريد مش كده؟ عشان يبطل تاني يعمل برم. كان عايزك تسافري عشان يلحقك بقى. ليه؟ يعني مش عارفه ليه. طب انت ايه رايك؟ انا رايي ان دي حياتك انت. يعني انت مش مبسوط ان انا قعدت؟ لا مش مبسوط طبعا. خلاص همشي. لا انا طاير. مش مبسوط طاير. هشرب اللي هتشرب انت منه. ماجد قول بقى. هاخد نسكافيه باللبن. نسكافيه باللبن. ماجد انا حاسه ان انت مخبي عني حاجه او عايز تسالني سؤال بس مكسوف مني مش كده؟ انا بصراحه كان في سؤال محير. السؤال لسه محير. انت ليه اصلا اتجوزت الحاجة؟ انت السبب. انا السبب؟ ازاي انا السبب؟ سبتني ليسا زي اللي متعلقه في الهوا بالظبط. انا كنت فاكر ان اللي عملته ده كان في مصلحتك انت. قصدك ايه يعني؟ قصدي ان انا ما رضيتش ادخل في منافسه مع الحاج فرج عليك. كنت دايما بقول لنفسي انت فين والحاج فرج فين. وبعدين بصراحه كده يا زهره، انا ما رضيتش ان انا احرمك من فرصه الثروه اللي كانت قدامك. صدقني يا ماجد، لو كانت اياميها الفلوس مهمه عندي، الحب كان ممكن يخليني انسى اي حاجه. انا اياميها قدمني واحد غني قوي معاه فلوس كتير، بس انا رفضت ابيع نفسي. على العموم جوازك من الحاج فرج ما كانش سيء، يعني انت اللي طلعتي كسبان. لكن خسرت جزء كبير قوي من حياتي بعيد عنك. مبروك انك خلفت منه. ايوه جبت ولد. عارف ليه سميته ايه؟ الحقيقة أنا معرفتش، لكن دلوقتي عرفت. قولي لي يا زهرة، هو طالع جميل زي؟ يا ماجد، أنت فعلا لسه شايفني حلوة؟ أنا هفضل طول عمري شايفك جميلة يا زهرة. كلامك الجميل ده بيخليني أندم على كل لحظة كنت فيها بعيد عنك. أمال أنا أقول إيه؟ انت كنت عايشه جوايا في كل لحظه انا كنت عايشها. كنت قدامي على طول. بشوفك قدامي وانا طاير. بشوفك قدامي في كل مكان وفي كل حته بروحها.
انا عايزة اطلب منك بلاش نتكلم. انا متاكد ان احنا هنشوف بعض. صباح الفل. صباح الخير. ممكن نقابل مدام زهرة لو سمحتي؟ لا والله مدام زهرة مسافرة. لا ما هي رجعت خلاص. وحضرتك عرفت منين؟ ما انا قابلتها في لبنان اصلا. هو حضرتك مين؟ محسوبك باشمهندس فريد. انا ومدام زهرة عشرة عمر. ياه. عموما هي لسه ما رجعتش. لا ما رجعتش ازاي؟ انت متأكدة؟ طبعا. يبقى هي اكيد طلعت على تركيا بقى. لا هي لسه في بيروت ومش هتسافر على تركيا. يا ولاد اللعيبه. نعم. ها؟ لا مفيش حاجه بس انا انا كده فهمت اصلي كل حاجه. حضرتك في حاجه نبلغها لها بالتليفون؟ لا مفيش داعي بقى. سلام. سلام. بقول ايه يا عسل؟ يا ريت لما مدام زهره ترجع قولي لها فريد سأل عليك يا نوال. حلو نوال. هنتقابل احنا على فكرة. تشاو تشاو. بتقولي مين؟ الباشمهندس فريد؟ ايوة ايوة عارفة ده صاحب ماجد. انا مرشحهولك عريس على فكرة يا نوال. بقولك ايه؟ اوعي تقولوله ان انا هنا. حابة اقولك بعدين بقى. يلا بطلي رخامة. باي باي. من جاز يا حبيبي زي ما انت بتقول انها فعلا تكون سافرت تركيا؟ السكرتيرة بتاعتها قالت لي انها في لبنان وكل يوم بتكلمها من هناك. يعني الهانم كان بتفرقعني عشان تستفرد بالكابتن ماجد. هو مش ماجد ده كان عايز يتجوزها وبعدين هي راحت اتجوزت قريبه الغني؟ كان وكنا ده زمان. دلوقتي هي متطلقه ومتريشه يعني مش محتاجه تتجوز واحد غني. طب ما ده حلو عشانك يا ابني. انت مهندس وغني وابن ناس يعني عريس لقطه. لقطه ده القرد في عين امه. ما هي فرقعتني خلاص. ما حدش عارف النصيب فين يا حبيبي. استنى لما ترجع بالسلامه واسالها اذا كانت مايله لك ولا مايله لصاحبك. مع اني عملت عليها شغل والله العظيم. عملت لها قرجوز ضحكتها وفرفشتها وفي الاخر قلتوشها مني ابن اللذينه. ما يمكن اللي في دماغك ده كله تهيؤات. وبعدين يا حبيبي مساله الجواز دي بالذات اسمه ونصيب ومحدش بيقدر يتكلم في الحاجات دي. بص يا ماما انت فالحه في حاجتين بس. تقولي لي حكه ملهاش اي معنى وتحرقي الفراخ. مش عايزه ارجعك. طب اشوفك امتى تاني؟ انت مش نازل مصر قريب ان شاء الله؟ صدقيني معرفش. معرفش جت ولا مواعيد سفري والشغل بتاعي و... خلاص هقابلك الاسبوع الجاي. مستعجله على ايه؟ انا هوصلك لغايه باب الطياره. لا هوصلك لغايه الكرسي اللي في الطياره. لا هوصلك مصر وارجع تاني. يبقى انا موفا. تيجي ناكل ايس كريم؟ فورا. ايه يا نوال؟ انا عمري في حياتي ما حسيت بالسعاده غير بس بالكام يوم اللي قضيتهم مع ماجد هناك. بس انا سمعت منك الكلام ده قبل كده ايام جلال جوزك الاولاني وسمعته كمان ايام الحاج فرج. لا 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 ماجد ده حاجه تانيه خالص. يعني فرق السما والعمى كده زي ما بيقولوا. ويا ترى اتاكدتي انه بيحبك زي ما انتي واقعه فيه قوي كده؟ بيموت فيا. بيحبني من زمان قوي من اول مره شافني فيها. ويا ترى عارف انك اتطلقتي؟ طبعا يا بنتي. امال انتي كنتي متخيله ايه؟
ان انا وهو هنقضي الايام دي كلها مع بعض وانا على ذمة فرج؟ طبعا لا. ماجد ده انسان محترم وعنده مبادئ واخلاق. عارف طبعا من حليمة ان انا اتطلقت. انا بفتكره يعني بيتسلى بيكي. انت عارفة الطيارين ليهم في كل بلد واحدة. انا مش فاهمة مين اللي مطلع عليهم الاشاعة ديت. ولعلمك بقى لو في طيارين فعلا كده ماجد لا يمكن يبقى زيهم. ياه ده انت محموقة قوي. اعملك ايه؟ ما انت مصممة تشوهي صورته قدامي ودي مش أول مرة على فكرة، الحكاية دي من زمان قوي. يا حبيبتي انت عارفة أنا بحبك قد إيه وخايفة على مصلحتك. كل الموضوع إن أنا مش عايزاكي تتدلقي عليه أكتر من كده. لا اطمني. أنا إحساسي عمره ما يخيب معايا أبدا. انت عارفة أنا بتكلم عشان انتوا سبتوا بعض فترة، خايفة يكون ارتبط بحد غيرك. لا 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 ماجد يا بنتي كلامه كله معايا ومشاعره ناحيتي اكدت لي ان هو بيحبني دلوقتي واكتر من الاول كمان. ولعلمك بقى اللي يحب بجد عمره ما يعرف ينسى. ولما انت حبيتيه بجد اتجوزتي غيره ليه؟ انا ظروفي كانت صعبه قوي يا نويل، كنت لازم اضحي عشان خاطر امي واخويا. حتى ماجد اياميها اختفى من قصادي اول ما عرف ان الحاج فرج عايز يتجوزني. لكن دلوقتي خلاص رجع لي تاني، مش هسيبه تاني ابدا. على فكره يا مدام زهره، الحاج فرج يعني واخد على خاطره من حضرتك على اساس يعني انك انت ما زورتيهوش ولا مره من بعد الطلاق. بيقول ان كان في بينكم برضه عيش وملح. هو الحاج لسه بيفكر فيا؟ يفكر؟ طب ده انت يا مدام زهره يعني اللي يعرف حضرتك مش ممكن ينساكي. مش للدرجه دي. لا لا والله للدرجه دي. طب ده انا يعني انت ايه؟ بصراحه انا نفسي مش قادر انساك يا مدام. كتر خيرك. بس انت تقدر تقول الجملتين دول قدام الحاج؟ ما هو الحاج بقى يعتبر ماضي دلوقتي. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني حضرتك عارفه ان الامل في خروج الحاج بقى ضعيف قوي. وبعدين اعذرينا يا مدام، انا اسف يعني، بس انا الصراحه خايب قوي ما بعرفش اتكلم في المواضيع دي. يا ريت حضرتك تفهميني بقى. يعني انا فاهمك كويس قوي. انا هساعدك في اللي انت جاي تقوله لي. انت جاي تقول لي ان انت عايز تتجوز، صح يا استاذ منتصر؟ صح يا مدام زهر، بس اقسم بالله ان الموضوع ده جوايا حتى من قبل الحاج ما يفكر يتجوزك. استاذ منتصر انت بجد عريس لقطه، بس يا خساره بقى اللي سبق كان النبأ. ويا ريت اللي سبق ده اي حد، ده حد ليه مكانه جامده قوي جوه قلبي. اللي هو مين يا مدام؟ انت تعرفه كويس. ماجد؟ ها دي لسه بتفكري فيها مدام زهره؟ ما فكرش فيه ليه يا استاذ منتصر؟ يعني المعلومه اللي عندي انه خلاص ما بقاش يفكر فيكي. انت قابلته؟ وعارف كل حاجه عنه. زي ايه؟ زي مثلا انه مرتبط بواحده خواجايه في بلاد بره. انت متاكد؟ يا مدام دي اول مره تعرفي منتصر ولا ايه؟ منتصر ما يقولش اي معلومه الا اذا كان متاكد منها. على العموم يا استاذ منتصر انا مساله الجواز دي ماجلها دلوقتي خالص، ما بفكرش فيها. امال حضرتك يعني عدم المؤاخذه اتطلقتي من الحاج ليه؟ عشان كنت عايزه اخد حريتي، ولو فكرت في يوم ايام اتجوز تاني انا اللي هختار، ومش هاخد اي راجل يشتريني بفلوسه. الحمد لله انا ما معيش فلوس زي ما انت فاكره. ومين قالك انا بتكلم عليك انت؟ انا بس بقول لك قراري عشان تعرف ان مفيش في دماغي غير شغلي وبس.
ايوه مدام. ما هو بالنسبه للشغل ده لعبتي بقى، وعلى يدك اهو انا ماسك شغل الحج وبدوره بما يرضي الله. الصراحه انا اشهد لك بكده، بس معلش بقى يا استاذ منتصر، اصل انا احب ادور شغلي بنفسي. ايه يا عم ماجد، ايه الحكايه بالظبط؟ يا عم الجدع اللي اسمه منتصر ده فات عليا وقعد، يعني حسيت ان هو بيجرجرني في الكلام عنك وعن زهره كده. هو في حاجه منكم انا ما اعرفهاش ولا ايه؟ ما تصرحني يا ابو الكباتن. اشوف زهره فين يا فريد؟ هي من ساعه ما كانت معانا لا كلمتني ولا سمعت عنها اي حاجه. لا لا خالص، ولا حتى قالت لي هي مشيت ليه. امال الجدع منهزم ده كان عايز يعرف ايه؟ لا ما تخافش على اخوك، اخوك صايع برضه. انا معلم قلت له ان احنا اساسا ما بنتقابلش خالص اليومين دول. اه والله قلت له، بس بنسأل على بعض في التليفون. بقول لك يا ماجد، اوعى يكون في حاجه بينك وبين زهره وانت مش قايل لي، ازعل قوي. يعني اقرب انا يا حبيبي يا ماجد؟ عموما انا فوت عليها في الشركه من اسبوع تقريبا ما لقيتهاش، قالوا لي مسافره بس ما اعرفش مسافره فين. لا انا هروح لها تاني، ما انا لازم افهم هي ليه سابتنا وسافرت فجاه. يا سيدي اعمل اللي انت عايزه. ماشي يا فريد، اشوف وشك بخير، سلم لي على مامتك. مع السلامه يا كابتن. يا ولد اللعيبه، هما ايه فاكريني لابس شورت ولا ايه؟ ما انا عارف ان انتوا زحلقتوني في فيروت، بس انا بقى وراكي وراكي يا زهره. امال فين محامي المستأنف؟ ما حضرش الجلسه يا سياده الرئيس، وبناء عليه انا بطلب شطب الاستئناف سعادتك. قررت المحكمه شطب الاستئناف لعدم حضور المستأنف او ما ينوب عنه، واعتبره تاركا استئنافه للشطب رفعت الجلسه. الف الف مبروك يا مدام زهره. الله يبارك فيك يا استاذ رفعت. فوزي اديله شيك بتاعه. اتفضل يا استاذ رفعت. معلش يا مدام زهره، انا بصراحه بحب اخد اتعابي كاش. انت بتتكلم في ايه يا استاذ رفعت؟ اشرب قهوتك يا راجل، شيكات مدام زهره مضمونه وهتروح البنك هتلاقيها الصبح. معلش يا فوزي، الاستاذ برضو عايز يضمن حقه. عندك مانع تستنى لبكره ان شاء الله ونديك الفلوس كاش؟ ايوه مدام، بس احنا اتفقنا النهارده كنت اخد المبلغ. خلاص يا سيدي، خلي الشيك معاك ضمان لحد بكره، وفوزي يديك الفلوس كاش وياخد الشيك منك. بس في حاجة كده هنعملها من باب الاحتياط يعني. هي ايه يا فوزي؟ وبعدين يا متر، قبضتك 100,000 جنيه يا حاج، تحب احطهم لك في حسابك في البنك؟ خليهم لك، هعمل بيهم ايه؟ المهم ناوي تعمل ايه بعد كده؟ قدامنا 60 يوم عشان نجدد الاستئناف من الشطب يا حاج، انا مش هجدده دلوقتي. ليه؟ شوف يا حاج، المحامي بتاعها طبعا هيروح يسأل زيادة في الاطمئنان إذا كان الاستئناف اتجدد من الشطب ولا لأ. أنا بقى هستنى لآخر يوم في المهلة، اليوم الستين، وهروح أجدد الاستئناف من الشطب وأحدد جلسة جديدة لا زهرة ولا المحامي بتاعها يعرفوا عنها أي حاجة، زي ما أنا مخطط بالظبط. أهلا يا باشمهندس. الله، افتكرتيني على طول كده، ما تنسيش أنا. طبعا عايز تقابل مدام زهرة. هي موجودة ولا إيه؟ آه. الباشمهندس فريد، اتفضل. تعالى اتفضل يا باشمهندس. ايه ده استاد القاهره ده ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. بالله على السلامه، ولو اني واخد على خاطري منك. زعلان مني ليه؟ معقوله تسافري وتسيبينا فجاه كده؟ ده احنا كنا هنتجنن عليكي. لا ما تزعلش، تعالى اتفضل اقعد. معلش بقى، اصل انا جالي تليفون مهم جدا من تركيا، اصل عندي هناك عملاء كتير قوي. وكل سنه وانت طيب، بقى رمضان قرب لازم اروح اجيب لي يميش. انت بالصحه والسلامه. بس انا نوال قالت لي ان انت كنت في لبنان. اه اصل انا كنت قايله لها محرجه عليها تجيب سيره، اصل عندي هنا منافسين كتير قوي في مصر، لو عارفه حاجه زي كده تضرني. الله، طب مش كنت تقولي كنا عملنا معاكي الواجب في المطار؟ اصل انا مسيطر هناك، ليا معارف كتير قوي. والنبي مسيطر هناك وهنا كمان. اصل ما كنتش اعرف. تشرب ايه؟ اخد شاي سكر بره. ايه ده حلوه سكر بره دي. عينه يا ولد،
من فضلك عايزه شاي والسكر بره والقهوه بتاعتي. ميرسي قوي يا نوال. باي باي. انا بنت اللي سكر. لعلمك انا عيلتي فيها ناس واصله قوي. ولا يهمك، الجايات اكتر من رايحات، على الاقل اعرف استفيد منك. اه وماله؟ هل انت ما كلمتيش ماجد من ساعتها؟ لا، هو كلمك امبارح؟ كلمنا امبارح. اصل الجدع اللي اسمه منتصر جالي المكتب وقعد يسالني شويه اسئله كده عنك وعن ماجد. وايه المناسبه يعني؟ انت قلت له ايه؟ وانا هقول له ايه؟ وانا اعرف حاجه يا حسره؟ انا مش فاهمه، مفيش اي حاجه بيني وبين ماجد، مش فاهمه مصرين ليه يعني. ويعني شاكك ان في حاجه كده يعني؟ انت كنت معانا شفت حاجه؟ انا حتى سمعت ان هو مرتبط. ايه ده؟ من اخته؟ لا، في ناس تانية كتير قالت لي. طب وانت؟ مفيش مشاريع قريبه؟ اه، بفتح سوبر ماركت جديد. سوبر ماركت؟ وانا عايز اشتري بسطرمه. انا قصدي يعني مفيش مشاريع جواز. لا، انا خلاص اتجوزت شغلي. طب و لو جالك عريس وهو مناسب قوي توافقي؟ انت جايب لي عريس ولا ايه؟ عندك مانع؟ قلت لك خلاص اتجوزت شغلي. اخلعي ولا مفيش فايده؟ انت في حد موسطك؟ ماجد يعني؟ هو يعني مفيش غير ماجد؟ اصل هو اللي كان عايز يتجوزني يعني قبل ما الحاجه فرج يتجوزني. لعلمك بقى، لو كان الموضوع ده لسه في دماغه كان فاتحك فيه. عندك حق. هو ماجد عمره ما اتكلم معاك في الموضوع ده يا باشمهندس؟ ماجد ايه؟ ما تنسي ماجد بقى. انا بصراحه جاي اتكلم عن نفسي. على فكره انا عندي ليك عروسه كويسه قوي. ايه رايك في نوال؟ نوال السكرتيره؟ طب سكي على الشاي بقى. طيب حسيتني شويه يا حاج فرج عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. احنا مش هنتكلم في اسرار يا باشا. اصل انا بصراحه عندي مرور يا حاج فرج. والله حضره المامور جمالك دي على راسي من فوق. ربنا يديم المعروف يا حاج فرج. على اذنك، على اذنك يا متر. اتفضل يا باشا. خير يا حاج؟ منتصر كلمني وقال انك انت عايزني ضروري. عملت لي ايه يا اخويا في موضوع الاستئناف؟ زي ما اتفقنا يا حاج، انا استنيت لاخر يوم في المهله اليوم الستين، ورحت المحكمه وسالت الموظف وعرفت ان محامي زهره راح سال وعرف ان الاستئناف ما اتجددش من الشهر. الكلام ده كان في اليوم الستين الساعه 11:30. انا بقى الساعه 12:15 عملت اجراءات التجديد من الشطب وحددت جلسه جديده لا زهره ولا المحامي بتاعها هيعرفوا عنها اي حاجه. وهتعمل ايه في الجلسه دي؟ شوف. ما انا محبوس ولسه النقض ما اتقبلش. شوف يا حاج، انا بقى هطلب وقف الاستئناف في قضيه التطليق لحين الفصل في النقض، وان شاء الله لما ربنا يكرمك وتاخد براءه هنجيب شهاده ونقدمها في محكمه استئناف التطليق، وبعون الله المحكمة هتحكم لصالحك وزهرة هترجع لك. خليك ورا كداب لحد باب الدار. ماشي يا كابتن. عايزة اتكلم الكابتن. ممنوع حضرتك. قولي له زهرة عايزاك. ممنوع. ايه ممنوع؟ ممنوع انت حافظاها ولا ايه؟ قولي له زهرة. اتفضل شوف يا كابتن. زهرة؟ انت بتعملي ايه هنا؟ مش كنت تقولي لي انك موجودة في الرحلة؟ هعملها لك مفاجأة. بعد اذن حضرتك ممكن ترجعي على الكرسي بتاعك؟ معلش يا نيفين، مدام زهرة قريبتي وسيدة اعمال معروفة جدا. تشرفنا يا فندم. بس حضرتك طبعا عارف التعليمات. اه طبعا. نيفين خايفة عليكي في شوية مطبات، بعد ما المطبات تخلص بقى نشرب حاجة سوا في الكابينة. اوكي؟ خلي بالك من المطب بتاعي. اتفضل. هو انت دايما بتهزر كده مع المضيفات؟ طب ايه رأيك ان انا ما كنتش بهزر معاها؟ والله اه هي اللي كانت بتهزر معايا. احترم نفسك ماجد. ايه الحاجات دي؟ دي حاجات بتاعت حاجات كتير. لا لا لا، دي دي اه دي بقى بتاعت الارتفاع. دي بقى لا هنعمل حادثه كده. لا Thank you.
ارجعي مكانك عشان هنبتدي الهبوط. يلا. وحشني. انزل بالراحة. قفلت الموبايل. مش عارفة رقمك ولا ايه؟ طب اجرب انا من تليفوني. قفلت الموبايل خالص. يبقى اكيد عندها اجتماعات مع العملاء. عملاء؟ هو عميل واحد يا متر. يا بنت عميل واحد ايه؟ ده عندها عملاء كتير جدا. من تركيا وسوريا ولبنان. وانا بقول لك هو عميل واحد. جرى ايه؟ مالك يا سي فوزي؟ امال بيقولوا عليك ذكي وتجيبها وهي طايره. يا ست انا عرفت اجيبها وهي ماشيه لما اجيبها وهي طايره. انا كنت عايز اخد رايها في شغل متعطل. ما تتصرف يا اخي. انت مش معاك توكيل منها؟ ايوه معايا توكيل وكل حاجه، بس لازم اخد رايها لان رايها مهم، ودي صاحبه المال وما خاب من استشار. بعد كده فريد جالي في خطوبك. بس هو على العموم انا ما رضيتش اقعد اي حاجه. ليه بقى ان شاء الله؟ مش بيقولوا داري على شمعتك في ايه؟ عندك حق، في ناس كتير قوي ما بتحبش تشوف غيرها مبسوطين. اقول لك ايه؟ مش كنا رحنا اي مطعم في الجبل كنا زي بقيه البني ادمين. وليه بقى نبقى زي بقيه البني ادمين؟ احنا هنا لوحدنا ومحدش بيبص علينا، وكمان كل حوالينا هنا لوحدينا. انت غنيتي بقى. ايه ده؟ هو محدش قال لك ان انا الايام الجايه دي هعمل شغل؟ خلاص انا هسيب الطيران واشتغل بقى منتج. ما تشد حيلك امال انت وزمايلك وتخلصوا لي موضوع النقد ده. انتوا مبسوطين من حبستي هنا؟ دي اجراءات ولازم تاخد وقتها يا حاج. بتدي له فلوس يا منتصر عشان يمشي الاجراءات اللي بيقول عليها دي. فلوس ايه يا حاج؟ يعني هروح اقدم رشوه عشان تلاقيني هنا معاك في السجن؟ لا 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 مدر الحاج ما يقصدش كده. طب ده الحاج حتى ما يعرفش يعمل الحكايه دي خالص. بل صحتك الحاج محبوس هنا ليه؟ لانه مش عايز يماين مع اصحابنا اياه. وياما قلت له ماين يا حاج عشان شغلك يمشي والعجله تمشي وهو راكب دماغه. ما هو عنده حق، احنا اللي بنشجعهم على كده. عارف يا منتصر لو في كام واحد كده زي الحاج يقفوا قصادهم ويفضحوهم جايز الحال يتغير. لازم حد يعمل حاجه. قال يا فرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يقول لي لا، انا بقى قدهم وقدود. المهم سيبك من الكلام ده، خلينا في المهم. انا عايز اخرج من هنا باي طريقه، ان شاء الله ارجع تاني بس اشوف ابني ابو اليسر فرج ابو اليسر. ان شاء الله ادفع نص عمري بقى. انا فضلت مستني العمر ده كله، وبعدين لما ربنا يكرمني ويديهولي اتحرم منه واترمي هنا؟ ده ظلم ولا مش ظلم؟ مغارة جعيتها دي اكتشفها ويليام تومسون سنة 1836. دي هتبقى من عجائب الدنيا السبعة. هي فعلا عجيبة يعني. حلوة ها؟ قوي. ايه رأيك نتجوز هنا؟ هنا؟ مش في المغارة، في لبنان، ونعمل شهر العسل كمان هنا. أنا موافقة، بس أنا عايزة أطلب منك طلب. ايه هو؟ تنزل بقى تعيش معايا على الأرض وتسيب شغلانة الطيران ديت. بصراحة يا زهرة أنا ماليش شغلانة على الأرض. أنا عندي شغلانة ليك. إيه هي؟ تدير كل أملاكي. ما تزعليش مني بس مش هقدر. ليه بقى يا ماجد؟ يا حبيبتي أنا ما بفهمش غير في شغلانة الطيران، هشتغل معاك إزاي؟ تعالي هنا. أنت زعلتي ولا إيه؟ آه زعلت منك، ولعلمك بقى أنا عندي حل. ايه هو؟ هشغلك طيار عندي. يا سلام، هشتغل طيار عندك؟ اشتغل يعني طيار من غير طياره؟ ليه؟ هجيب لك طياره. طياره ايه ان شاء الله؟ طياره ورق يعني؟ طب امسكي تعالي. تعالي تعالي خدي الفلوس دي. اعمل بيها ايه؟ ارمي الفلوس في الميه واتمني امنيه عشان تتحقق. هتمنى ان انت تشتغل عندي طيار. ألف ألف مبروك يا حبيبتي، وحشتيني ما
وحشتيني قوي قوي. اجيلك ازاي؟ ما انت عارفه يا زهرة انا نادره كده مركبش الطياره الا وانا رايحه حج بس. يا رب ربنا يسمع منك يا اختي. هو انتوا مش راجعين بعد كده على طول؟ اه طيب اسمعي، انا عايزه دي بقى تكون اخر جوازه. ها طيب يا اختي، طيب الهي ربنا يهدي سركم.